خالي خالد لما وقف الدائرة وشاف مين قبالة انصدم رسمي طلع كذا وعوذ بالله no way because كل أهل دبوان بيحكوا عربيش عربي مع انجليزي انتوا بتصفوا السيارة احنا بندرك انتوا بتكونوا اذا سمحتوا احنا بنكون squeeze me بس لما بنزلوا المنزف بنقلب بلدينا لما وقفت الدائرة خالد شاف مين قبالة كبر جهله كان no way أبوك قال له يا زلمة استعدمك هذا نصيبك قال له بابا بتدرش مش مجال قال له أبوي غصب عنك راح تتجوزها شو تطلع لك قال له يابا هذا يا أختي ودونا نعيش مع ستي وسيدي الله يرحمهم. وأول يوم كانت دائما حفلة. أول يوم نيجي من أمريكا شايلين هدايا بنفرق في نايكي وريباك وكلهم والناس يجوا يعطوني شيكلات وعيت مليات عشان كده دبوان بنتاجر بالذهب يعني عادي انت بتعطوا الولد شيكل احنا بناخذ لوزه ولا احنا ليا ايش زي يعني ويجوا الناس واخذ شيكلاتي على الدكان وحفله ثاني يوم كان يبطل الحفله ثاني يوم كان تيجي ستي على الخمسه ونص الصبح وتفتح التكت قلنا يلا قوموا وين رايحين على ريحة على المنتدى رايحين نكشط البرندة هلا أول مرة ستي بتهياني أمسح البرندة كنت يو فكرت في حالي كنت ستي مني أنا معاق بقدرش أكشط البرندة كانت معاق ولا لا بدك تكشطي ولا بدك في الكشاطة شو سويت ستي حاطت هاي البشكير تحتي خلتني اقعد عليه واسحب عن برنامج الدغري انا كنت فضايح في بيت الوان بقدرش اكذب عليكم انا كنت اسوي اشي كتير 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 سيء وانا صغيرة الله يسامحني الله يسامحني سامحك الله انا كنت دايما اعمل حالي متخلف وانا صغيرة ليش؟ كنت اروح الدكان اطلب اديله واسرق كل شيء اسرق علكة فتاش سمي واسرقها واعمل حالي اني متخلف ومش فاهم واللي بسرق منه كان يطلع علي ويقول لي مسكينة عباب الله يلا بينا بعدين اخذ اللي انا سرقته وابيعه في الحارة في دير دبوان دائما موسم الاعراس وانا صغيره كنت احب الاعراس طاسات كولا خروف محشي شو بدك احسن من هيك بس لما كبرت وصرت 18 الجو تغير شوي بديت اروح على العرس مع عمتي وتطلع علي